حتى نعمل فطير كتير سهل مثل خلية النحل، مقرمشي وطيبي ما بتاخد وقت، هشي وطري ومحشي جبنة. خلونا نشوف الفيديو سوا. قلبين جبنة نفرطهم بإيدينا، وحابب أضيف لك كمان جبنة حلومي أنا بشرتها، بيضتين، لبن ألبان، زيت نباتي، نص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. المكونات والمقادير المكتوبة كلياتها أنا عندي بصندوق الوصف على صفحتي باليوتيوب. حبة البركة، وآخر شيء شوية مي، وندعكم مزبوط بإيدينا. هاي هي عجينتي أنا، واللي هي رقائق عجينة البقلاوة، رقائق العجين. طريقتها كتير سهلة. أي قالب عندنا بالبيت فينا نستخدمه، فرشاة وزيت، ناخذ هون نحن رقائق نحطها بالقالب بهذا الشكل. نتأكد أن القالب وحواف القالب تغطت معنا بشكل كامل. نمسك أول رقيقة أو أول رقيقة أو أول عجينة أو شيء، بجعلتها هيك بإيدي الجارو، بعملها مثل الطابة، نزلها بالسائل بهذا الشكل، وبلش وزعهم ابدا، اعملوا مثل خليط النحل. مثل ما شايفين انا بمسك وبحاول سكر الاطراف بهدوء وحذر بهذا الشكل. بجيب معي أنا واحدة من الرقائق، بسكر بهاي الجهة، بسكرها هيك، بدهنها بالزيت، برد بحط واحدة من الرقائق اللي زادوا عندي تقريبا، كمان بدهنها بزيت. فينا نستخدم زبدة، وآخر شيء بدهنا بالبيض. وهلأ بعد البيض هيك كمشة سمسم حلوة، على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 50 دقيقة. الله، يا سلام يا سلام، هيك هلا بتكون خالصة ومنريحها تقريبا 10 دقايق. وهلا بعد ما ريحتها قطعت منها. الله، شوفوا لي هذا المنظر هيك بس يا جماعة. هي بطبيعتها هاي الفطيرة هشي وشكلها بيطلع عشوائي، بس طعمتها رائع يا جماعة، عن جد رهيبة، بنصحكم تجربوها، طعمه رائع كتير. هالشي العجينة كتير سهلة وما بتاخد وقت. رهيبة، طعمه كتير قريب للبوريك التركي، وطبعا هيك فطيرة جبنة مع حزب بطيخ نكهة عالمية جدا خطيرة. جربوه يا جماعة، كتير سهلة. لا تنسونا من دعواتكم، وسلامات.